السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة، ومعانا النهاردة الدكتورة نفيسة أخصائية التغذية. مرحب بيك يا دكتورة. مرحب بيك شيف محمد، ومساء الخير على كل المشاهدين نكهة خاصة. إن شاء الله الليلة مع أطباق جديدة ومعلومات جديدة، أتمنى إنكم تكونوا متابعين لنا. إذا عندكم استفسارات زي ما بقول لكم دائما تتصلوا معانا وتكونوا متابعين معانا، إذا ما حاولت مكالمتكم ما جمعت معنا تعالوا تتصلوا بينا عشان أي زول عنده استفسار يحاول يتواصل معنا. ان شاء الله الدكتور النهارده عامل لهم طبعا اطباق قلنا تبقى خفيفه كده وصحيه، وزي ما اتفقنا الجو البرد ده بيحتاج اطباق معينه لازم نغذي نفسنا بيها عشان ندفي الجسم وفي نفس الوقت يكون في قيمه غذائيه عاليه. النهارده عامل لكم طبعا الكرنبيط المقلي، وعاملين لكم صينيه كرنبيط برده مع اللحمه المفرومه، وعاملين ترايفل مع القرع العسلي، وعاملين سلطه البطاطس مع السلطه المتبله يعني بالخضروات والتتبيله الحلوه اللي احنا بنحبها الشرقي. النهارده الاكل كله شرقي، بس الترايفل طبعا حابين نغير شويه، هو برده القرع بعض من الناس بتسال على اصناف جديده تعملها بيها، فحبينا نعمل لكم شكل خفيف النهارده وجديد ان شاء الله تستمتعوا معانا بيها. هنشوف مع بعض اول طبق النهارده، هنعمل مع بعض صينيه الكرنبيط مع اللحمه المفرومه، هنشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع بعض مره ثانيه عشان نعمل مع بعض صينيه الجرنبيط مع اللحمه المفرومه. طبعا احنا يا دكتوره الجرنبيط ده هي عباره او بنقول عليه دايما اللي هي الزهره. الزهره الزهره دي بتكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده، او هي كبيره طبعا بتكون قطعه واحده زهره كامله. في بعض من الناس بتخوف ان هي تعملها، لان طبعا ليها طريقه معينه لازم تتعمل بيها عشان نشيل منها اول حاجه الزفاره بتاعتها، وتاني حاجه اللون بتاعها يكون محافظ على اللون الابيض بتاعها. فاحنا بننزلها في ميه سخنه، تسخني ميه زي ما كانك بتسلقي المكرونه بالظبط، وتنزلي معاها بالشمار ومعاها ملح، تنزلي بيها بالميه تخلي الميه تغلي كويس جدا، لما تشمي ريحه الشمار خلاص بدات تطلع ولون الميه اتغير، تبتدي تنزلي بالكرنبيط. تنزلي بيها تقطعيها طبعا وتنزليها مش زي الكرنب بتتسلق كامله ممكن تعمليها، لا انت بتقطعيها وبعدين تنزليها في الميه السخنه. تبتدي تتسلق تخليها ثلاث ارباع سوا، عشان احنا طبعا مستعملينهم في صنفين لسه هتخش مرحله تسويه ثانيه، يعني احنا عاملين مرحله مقلي ومرحله صينيه في الفرن. فانت بتاخدي طبعا الجزء المقلي بتخليه تاخدي الزهره الكامله او الكبيره تخليها زي ما هي كده، عشان دي هنحمرها زي ما هي. تمام؟ تمام. والجزء الثاني اللي تلاقيه بيتكسر منك او فيه قطع ما بتنفع ان هي تحمرها بحجم كبير، تروحي مقطعاها قطع صغيره كده بعد ما بتتسلق. الكلام ده يا جماعه بعد ما بيتسلق، ما تحاوليش تقطعيها وهي صغيره عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه والميه اللي جوه العروق نفسها اللي احنا محتاجينها. فبتخليها كده زهره تقطعيها قطع صغيره، وبعد كده طبعا احنا بنعملها مع البيض واللحمه المفرومه هنشوفها دلوقتي مع بعض. تمام؟ هننزل مع بعض اول حاجه بالماده الدهنيه. شي برضه نذكر مشاهدينا الناس اللي حابين يتواصلوا معانا ما ينسوا يتواصلوا على الارقام اللي بتكون ظاهره لهم اسفل الشاشه. كده ننزلنا بالماده الدهنيه يا دكتوره، ننزل مع بعض بالبصل. برضه ما ننسى يا شيف محمد انه الغرنبيط من انواع الخضار بتكون متواجدين دايما في فصل الشتاء. طبعا دكتوره هو فعلا من الخضروات اللي بتبقى متوفره فعلا في الشتاء. عنده فوائد كثيره كده نشوف شيف محمد اول. هو الزهره اللي شكلها طبعا يا دكتوره اللي هي البروكلي، هي بتفرق عنها في اللون، بس طبعا زهره البروكلي ما بيكون فيها كميه اللحم اللي بتبقى جوه زهره الغرنبيط. الغرنبيط بيبقى اللحم بتاع الزهره نفسه لحم تقيل، البروكلي بيبقى زي فصوص كده صغيره زي الشمار، فبتبقى بس لحمها بيكون فيها عروق ولحم، لكن ما بتكون زي زهره الغرنبيط. تمام. نزلنا مع بعض كده بالثوم والبصل واللحم المفرومه، نعصجها التعصيجه العاديه جدا اللي بنعملها زي المكرونه البشاميل او نعملها الرز، نعملها لاي شكل احنا عاوزينه، بتعصجي اللحمه المفرومه وتسويها كويس جدا، لان طبعا القرنبيط احنا مسويينه جاهز. وتكوني بعد كده مقطعه شرايح بتاعت فلفل، عندك طماطم لو حبيت تضيفي. تحطي اهم حاجه في القرنبيط يا جماعه اللي هي الخضروات الخضراء،
اللي هي الكزبرة، البقدونس، الشمار الأخضر، كل الحاجات دي هي اللي بتديكي طعم ونكهة حلوة جدا للزهرة بالذات. برضو ما ننسى الفوائد بتاعته الغذائية. بالنسبة للغرابيط بيحتوي على قيمة غذائية عالية جدا. أول حاجة بيحتوي لنا على فيتامين ألف المهم جدا لصحة البصر، بيحتوي لنا على البيتا كاروتين المفيد لنا جدا أول حاجة من ناحية الجهاز المناعي بتاعنا، بيغيرنا من أمراض السرطان، من جميع الأمراض اللي بيغوي لنا الجهاز المناعي. الحقيقة ثاني البيتا كاروتين مفيدة جدا لصحة البشرة، مفيدة لصحة الشعر. ثاني بيحتوي لنا نسبة عالية من البوتاسيوم المفيد لنا جدا لصحة القلب، مفيد لصحة العظام والأسنان، وبيحتوي على مادة البورن اللي بيساعدنا على امتصاص وتركيز نسبة البوتاسيوم اللي احنا بنستفيد منه في العظام وفي الأسنان. وبرضه بيحتوي لنا على الكالسيوم، بيحتوي برضه على الأوميجا 3 المفيدة جدا لصحة القلب، وبتنقص لنا النسبة بتاعة الكوليسترول السيء، بترفع لنا نسبة الكوليسترول الجيد، مفيد جدا للحوامل لانه هو في فتره النمو محتاجين للاوميجا 3 بصوره عاليه جدا. برضه الحاجه الثانيه انه للناس اللي بتعاني دائما من امراض بنقول لهم اكلوا البروكلي لانه فوقه فيتامين سي بنسبه عاليه جدا للجهاز المناعي بتاعنا. برضه مفيد جدا للناس اللي بتكون حابه انها تنزل وزنها لانه بيحتوي على كميه بتاعه الياف عاليه جدا، بيساعدنا على حركه الامعاء وعلى حركه الهضم. والناس اللي بتعاني من مشاكل المعده انه هم بيقعدوا لمسافات طويله بنقول لهم ما تكتروا من البروكلي من الغرنبيط لانه بيزيد لنا النسبه بتاعه الغازات. المشكله الواحده فيه بس انه الناس ما تستخدمه للناس اللي بتكون بتستخدم الادويه بتاعه تجلطه الدم. يعني اذا بيستخدم الدواء بقول له مثلا انت عندك سوري احنا نديك دواء عشان جلطه لك دمك ناس الوارفلين وكده، بقول له ما يستخدموا الغرنبيط لانه هو بيعمل عمليه معاكسه جدا جدا للدواء بتاع الوارفلين. طيب يا دكتوره نبتدي ننزل مع بعض كده بقى بالبهارات، الملح، الفلفل، كزبره، نبهرها تطعيم عادي جدا طعم الشرقي بتاعنا. تعمليه كده وبعدين تضيفي معلقه قرفه وجنزبيل صغيرين. تمام، قرفه وجنزبيل. بعد كده نبتدي نقلبها كده كويس. طبعا زي ما اتفقنا في ناس بتحب تحط طماطم وفي ناس بتحب تستمتع بطعم اللحمه لان لون الجرنبيط طبعا ابيض فما عاوزين اللون يتغير بتاع اللحمه. تمام تمام، هننزل كده زي ما شايفين كده تخلي لون اللحمه فاتح مع لون الجرنبيط. الناس طبعا بتحبها بالبشاميل، ممكن تعمليها بصلصه الطماطم مفيش مشكله، اي نكهه انت بتحبيها عشان تغير الطعم لان احنا طبعا متعودين ان الجرنبيط ده مقلي او مطبوخ بس فانت لما تغيريه شويه مع البيض بيبقى زي طاجن كده معاكي، تقدر تقطعيه زي صينيه البشاميل اللي بتبقى طعمها لذيذ جدا. طبعا بعدين يا رشي برضه ما ننسى انه الوجبه بتاعتنا احنا القرنبيط سالقينه يعني ما فيه اي كميه بتاع الدهون، واصلا ما بيحتوي سعرات الحراريه بسيطه جدا. بالنسبه ثاني للحم برضه كميه اللحوم الدهون بتاعتها بسيطه جدا، عشان كده بيكون مناسبه جدا للناس اللي حابه تنزل وزنها، الناس اللي بتعاني من امراض السكري. طيب يا دكتوره معانا تليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين يا استاذ رحاب. اهلين يا عشير. اهلين بيكم واهل الفاشر كلهم. والله الحمد لله. الله يخليك تسلمي. كل سنه وانت طيبين. وانت طيبه الله يخليك، عام جديد عليك ان شاء الله ويكون محقق في كل امانيك. وعليكم. الله يخليك تسلمي يا رب. الله يسلمك. بس يلا بسال الشيخ. اتفضلي. الاغمار بتاعت التزيين. ما بعرف انا يلا في اسامي ليها ولا بس. الايه؟ الغمع بتاع التزيين. الغمع. ايوه. ايوه. يلا في اسامي للاغماع دي ولا بس امشي اقول لهم ده رقم بتاع؟ لا انت قولي له عاوزه الاجماع بتاعت الحلويات، هي بتفرق في منها البلاستيك وفي منها اللي هي بيبقى اساسا مخصص الديسبوزبل ممكن تستعمليه مره او مرتين وترميه، لكن في منه القماش اللي بيتغسل وممكن تستعمليه مرات كتيره. أيوة. بس انت تقولي له اجماع الحلويات بس، هي بتيجي معاها الطقم بتاعتها بتاع البلابل فبتستعمليها. أيوة. في كذا حاجه ممكن تستعمل، بس طبعا بتفرق في نوع، في نوع بيبقى تقيل شويه ممكن تعمليه للكلير والحاجات التقيله اللي ممكن تبقى العجينه بتاعتها قويه شويه، لكن في طيب. حاجات اكياسها خفيفه تستعمليها للكريمه والكريم باتسير والحاجات دي. طيب تسلم كتير. ان شاء الله. اتفضلي يا استاذ رحاب. شكرا. الله يسلمك. الله يخليك. تمام يا دكتوره كده خلاص عملنا مع بعض اللحمه استوت خلاص، عصجناها كده تعصيجه حلوه، ما ننشفها شديد عشان احنا برده محتاجين الميه بتاعتها دي تتبخر تطعم معانا الجرنبيط فين الفرن. تمام تمام. اهم حاجه شوف احنا برضه نقول للناس اللي بتعاني من ضغط الدم نقول لهم ان هم دايما يتذكروا انه اللحمه فيها كميه بتاعت ملح وصوديوم، ما يحطوا كميه ملح كثيره مع هم في اثناء الطبيخ بتاعهم، اي نوع بتاع اللحمه بيحتوي لنا على كميه صوديوم. طيب يا دكتوره نخش هنا على المرحله الثانيه بقى اللي هو المفروض نعمل البيض.
زي ما اتفقنا يا جماعه، انت ممكن ما تعمليها بالبيض، تعمليها بالبشاميل، يعني تعملك شويه بشاميل وتعمليها معاها تخلطيها زي المكرونه البشاميل بالظبط. للناس اللي بتعاني من الحساسيه شيء برضو قول لهم انه ممكن البيض نستغنى عنه، يكون معاه البشاميل بدل البيض. اه، وفي ناس يا دكتوره بتحبها حاجه ناشفه كده، ممكن تعملها بس زي طاجن او بتقدمه كده مع اللحمه المفرومه، وتدخلها مثلا على معلقه صلصه خفيفه وتعمل لها وش صغير في الفرن وتطلعها، او تضيف عليها جبنه فقط. كل دي طرق ممكن تستعمليها. يعني شوف درجه الكسي، يعني احنا ممكن تكون مرحله زي دي انه القرنبيط مسلوق وان اللحمه احنا متاكدين ان هي مخليه تماما من كميه الدهون الموجوده فيها، ممكن تكون وجبه للناس اللي حابه تنزل وزنها، تغيير حتى ممكن للناس اللي بتعاني من مشاكل السكري ومشاكل ضغط الدم، ان هي كميه دهون بسيطه جدا في حياتنا كلها احنا ما خدتيناها، بتكون مثلا محتويه على كميه دهون عاليه ولا فيها الصلصه ولا الطماطم الممكن تتعب الناس اللي بيكونوا بيعانوا من مشاكل المعده. طب اهم حاجه طبعا احنا عاوزين حجم البيض يزيد، وفي نفس الوقت يكون متوزع صح مع القرنبيط واللحمه. فاللحمه طبعا عشان سخنه، او انت ممكن تكوني عاملاها بارده مفيش مشكله، لكن احنا طبعا قدام انت هتدخليها الفرن على طول، تضرب البيض كويس جدا كده عشان يتعبى هواء ويكون حجمه زايد وخفيف معاكي عشان يمتزج كل المكونات كلها مع بعض. تمام تمام. هنبتدي نضيف لها شويه بقدونس كده. تمام. طبعا القرنبيط يا جماعه بيحب الحاجات الخضراء او الخضروات بالذات، في الحاجات دي اه يبقى طعمها لذيذ جدا. تضيفي شويه كزبره وشمار مثلا لو عندك. تمام كده. نضيف مع بعض جنزبيل شويه بسيطه، شويه قرفه. طبعا احنا مظبطين طعم اللحمه فما محتاجه ان انت تضيفي اضافات كتيره، ممكن تضيفي بس حبه ملح صغيرين لو حبيتي. تمام كده بالشكل ده. ونبتدي ايه نقلب كده المكونات كلها كده مع بعض. طبعا شوف انت ضفت لنا الكزبره والجنزبيل والبقدونس. كزبره الجنزبيل بقدونس بالاضافه للغرنبيط، الاربع مواد دي احنا بنعتبرها من المواد الغير مسموحه انه المريض اللي بيعانوا من سيوله الدم انه هم يستخدموها. كزبره الخضراء يا جماعه، والغرنبيط والبقدونس والجنزبيل ممنوعه تماما من اي مريض بيعاني من سيوله في الدم ولا هو بيستخدم ادويه الورفرين انه يستخدمها، لانها بتتعارض تماما مع الدواء بتاع الورفرين وبتبطل المفعول بتاع العمل بتاعه، بتكون احنا ما يعني زي ما بنستفيد من الدواء اللي احنا بناخده. طبعا يا دكتوره احنا هنا اهو عملنا الخلطه بتاعت البيض، حضفنا الخضروات وطعمنا التطعيم اللي انت على حسب مزاجك. طبعا ممكن تضيف شويه جنزبيل وقرفه صغيرين وشويه ملح. طبعا ضفنا البصل والثوم مع اللحمه افضل، عشان في ناس بتحب تسوي كل حاجه نايف نايف. ممكن يا جماعه تعمليها برضو لو انت مش عاوزاها باللحمه، ممكن تعمليها بنفس الطريقه بدون لحمه، بدون لحمه للناس النباتيين، او تعمليها بالدجاج زي ما انت عاوزه باي شكل انت عاوزاه. تمام تمام كده بالشكل ده. ونبتدي نضيف عليها اللحمه. نبتدي نقلب المكونات دي كلها كده مع بعض. شايفين طبعا احنا مجرد ما خدتينا فيها البيض، معناته كده للناس اللي بتعاني من الكوليسترول بنقول لهم احنا كده معناته احنا ما حنقلل من استخدامه، لانه دايما عارفين انه صفار البيض بيحتوي على نسبه عاليه من الكوليسترول. ممكن احنا نستغنى عن البيض نخليها بس بالبشاميل عشان تاكلينا وجبه قليله الكوليسترول ان شاء الله يا دكتوره. شايفين زي ما اتفقنا، انت عاوزه بقى لونها احمر ممكن تضيفي معلقه صلصه مع اللحمه او طماطم وتعمليها، بتطلع معاكي برضو طعمها حلو جدا، بس طبعا اللون طبعا بيختلف معاكي اكيد طبعا يا شيخ. بتكون بعدك برضو كل ما احنا زدنا معاها الصلصه ولا الطماطم بتكون مشكله للناس اللي بتعاني زي ما قلت لكم من مشاكل المعده، لانه الغرنبيط اصلا بيعمل لنا الغازات، احنا ما دارين حاجه ثانيه تزيد لنا زياده بتكون فيها صلصه ولا طماطم. تاني هنخش فيها جبنه يا شيف؟ اه ممكن نضيف بقى عليها جبنه يا دكتوره. كده دوبك حتكون القيمه الغذائيه بتاعتها زادت، مجرد احنا ما خدتينا فيها جبنه ولا بشاميل زدنا السعرات الحراريه بتاعتها، لكن مجرد ما هي بما انها هي مسلوقه وكميه اللحمه قليله الدهون معناته السعرات الحراريه بتاعتها قليله. ممكن نستعملها كده على فكره يا دكتوره، ممكن ندخلها من غير جبنه مفيش مشكله، ممكن تخلطي الجبنه معاها برده، ممكن تحطيها على الوش لو انت عاوزاها لها تطلع وش معاك. تمام. طيب يا شيف معانا اتصال، نقول الو. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. كيف يا ام سلمى؟ بارك الله فيك. الله يسلمك يا رب. وانت طيبه ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك. تفضلي يا ام سلمى. كيفك محمد؟ الله يسلمك يا ام سلمى، الله يخليكي. بارك الله فيك. الله يخليكي، تفضلي يا ام سلمى. كيف محمد؟ تفضلي. بالنسبه للقرنبيط، يلا في جزء شايفه بيقولوا دائما ما بياخذها كلها للتفخه او في يعني فيها جزء بيطلع النهايه ما بيستعمل. ايوه لو حضرتك شفت سمعتيني اول الحلقه انا قلت الجزء اللي هو انت بتقطعي الزهره بتاعت القرنبيط، الزهره بتكون كامله قطعه واحده، انت الجزء اللي تحت الجذع ده ما بتستعمليه، انت بتاخدي الزهر اللي فوق مع الجذع البسيط اللي هو اللي احنا شايفينه ده. شايفه حضرتك انا سايب بس عرق صغير عشان هو اللي بيمسك الفصوص بتاعت القرنبيط بالشكل اللي احنا شايفينه ده. شايفاه؟ ايوه
بس لكن الجزء الجذع نفسه انت ما بتستعمليه. ايوه. وعشان تشيلي أيوة. الزفاره بتاعته طبعا تحطي معلقه شمار مع ومعلقه ملح في الميه السخنه اللي انت بتسلقي فيها. ايوه الله يخليك. تسلمي يا مصطفى. بالنسبه للبسبوسه سواي ابراهيم انا ما احبها، عملها بالقشطه. المحشيه المحشيه جوه بالقشطه. ايوه يلا بس معلش يعني انا ما عرفت ادخل فيها دقيق ولا ما ادخل ولا بيض ولا. لا يا امي انا اللي جيت عامله يعني منظرها جميل. طيب انا اقول لحضرتك يا امي، في بسبوسه بتحط فيها دقيق وفي بسبوسه ما بتحط فيها. انت نوع السامولينا اللي معاكي لو خشن ما تحطي دقيق، لان لما بتكون السامولينا خشنه شويه بتشرب معاكي الماده الدهنيه او الميه اللي انت بتحطيها او اللبن او الزبادي بتشربها بسرعه. لكن لو انت حسيت السامولينا ناعمه تضيفي معلقتين دقيق مثلا عشان تمسك معاكي شويه، بالذات اللي بتبقى محشيه حشوه سايله زي الكريمه اللي احنا شفناها دي. تمام؟ ايوه ايوه شكرا لكم. ماشي يا امي الله يسلمك، اتفضلي. بارك الله. شكرا على اتصالك يا ام سلمى. بارك الله كده دكتوره. بس نجملها بشويه فلفل كده تمام حلقات، وبعدين نرش عليها الجبنه. على فكره طاجن جميل جدا يا دكتوره وخفيف بسيط وصحي وخفيف جدا. اهم حاجه انه الحياه يعني الفيتامينات اللي بتحتوي فيها عاليه جدا. نتمنى انه الناس بجد تستخدم القرنبيط، لكن انه هو يكون مسلوق ما نحمره عشان نكون استفدنا من القيمه الغذائيه الموجوده فيه. حتى لو مع سلطات ممكن احنا برضو ممكن نستخدمه ونعمله. طيب كده دكتوره خلاص الطاجن بتاعنا انتهى. كده طاجن القرنبيط عملناه صينيه في الفرن مع البيض واللحمه المفرومه. نستاذنكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا. رجعنا مع بعض مرة تانية في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة، وهنعمل دلوقتي مع بعض سلطة البطاطس المتبلة. هنشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مرة تانية. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه عشان نعمل مع بعض دلوقتي سلطه البطاطس المتبله. طبعا يا دكتوره السلطه دي احنا بنميزها انها بتكون سلطه خفيفه. احنا بنحب طبعا الحاجات الشرقيه، يعني دايما الحاجه اللي بتكون فيها خضروات، طعم الثوم، طعم الخل، طعم الليمون، دي حاجات من الحاجات الشرقيه. ما متعودين على الحاجات اللي هي اللي بنكون مثلا ما لهاش تيست خالص، لازم ندخل لها احنا حاجه نعدلها شويه. والطعم الشرقي طبعا بالريحه والطعم بيبان. الحاجات المكونه منها يا شيف. طبعا يا دكتوره احنا بنقطع البطاطس مكعبات، تغسليها كويس جدا، تحط لها معلقه ملح كده في الميه عشان تفرز نسبه النشا اللي فيها اكتر، عشان تلون معاكي كمان في الزيت احسن. في ناس بتحط لها معلقه نشا، ممكن تضيفيها برده ما فيش مشكله، بس بعد ما تغيري الميه المره الثانيه. تقطعيها مكعبات مربعات زي ما انت عاوزه بقى، الشكل انت عاوزاه صغير كبير بالشكل اللي انت بتحبيه، على حسب حجم السلطه اللي انت بتحبي تعمليها او تقطيعه الخضار اللي انت عاملاها. بعد كده بننزلها في زيت سخن، تحمريها تخليها تستوي كويس جدا، لان طبعا انت هتستعمليها سلطه فما هتخش مرحله تسويه مره ثانيه، ممكن ما تعملهاش نص مقليه زي ما احنا بنعملها في اصناف. هنقطع مع بعض البطاطس ونقليها، وبعدين نضيف معاها مكعبات فلفل، طماطم برده نفس الطريقه. نحاول نقطع الخضروات كلها يا جماعه نفس الشكل، ونعمل معاها معلقه بقدونس وكزبره بالشكل ده، وبنحط معاها فلفل حار برضو قطعه صغيره كده، ده طبعا على حسب الاختيار ما انت بتحبي. ونضيف معاها بصل كده متقطع برضو حسب الرغبه،
وهنحط معاها عصير ليمون، خل. يبقى عملنا البطاطس معاها. في ناس طبعا بتحب تضيف خيار، بس انا بفضل مع البطاطس الصنف ده بالذات ما نضيف، يعني لو حطيتي خيار ما تحطي طماطم عشان ما تلين معاك السلطه بمسافه كبيره يعني. تمام، هنحط لها معلقه ثوم كده خفيفه، ونطعم بقى الملح والشمار بتاعنا والشطه بالشكل ده. نحط الشمار معانا كمان واحنا بنعمل كده السلطه. معانا الاستاذ صفاء. الو السلام عليكم. اهلا سلام ورحمه. اهلين يا استاذ صفاء. اهلا يا سيف، كيف؟ اهلين بيكي. الحمد لله. الله يخليكي، اتفضلي. عليكم السلام ورحمه. اتفضلي يا استاذ صفاء، سامعيني؟ يا سيف انا بسال من كرات العجينه الصينيه، ممكن توصفها لي؟ كرات العجينه الصينيه انت عاوزه تعمليها لايه؟ هتحشيها لايه؟ كرات العجين. ايوه، انت كرات العجين دي ما بتستعملاتها في حلو وفي مالح، انت هتستعمليها لايه؟ في عجينه كده بيفردوها وبيحشوها، يا يعني يا اسمه شنو ده؟ الصنف مالح، اقولها مالح. مالح. انت هتعمليها فطاير يعني؟ مالحه. هتعمليها فطاير؟ لا، بيعملوها في بخار المويه حاجه زي دي، او بيغمسوها في الصويا صويا، بيطلع صيني، لكن ما اعرف الخلطه شنو. طيب الخلطه دي بتبقى زبادي ودقيق ولبن. طيب انت هتعملي كوبايتين دقيق معاهم كوبايه لبن، كوبايه مويه معاهم، معلقه بيكنج باودر صغيره، ومعلقه ملح، ومعلقه سكر. بتعجنيها، شفتي زي الطريقه بتاعه الليدو اللي هي الهنديه، بتكوريها كور صغيره وتنزليها في ميه سخنه وبعدين تطلع. دي بتستعمليها مع الصويا صوص، ممكن تعمليها مع السويت ساور صوص اللي هي الحلو ومالح، بتعمليه مع الشطه. لا انت لما بتفرديها دي عشان تعمل معاكي توريق زي اللي عجنت الملفيه. انت لما عاوزه تعمليها زي كده، لو انت عاوزاها تعمليها لازم تسلقيها الاول، ما بتدخليها الفرن، العجينه دي ما بتخش الفرن، دي بتتسلق بس. بتتحشي، ممكن تحشيها جبنه، ممكن تحشيها لحمه، ممكن تحشيها اي حشوه انت عاوزاها. هي نفس الطريقه بتاعت الليدو اللي هي الهنديه، احنا كنا عملناها قبل كده في حلقه. نعم، شكلها مع سامع. يا استاذ صفاء، طيب احنا هنحاول برضه يا استاذ صفاء عشان انت تشوفيها عملي، افضل ان انا اعملها لك في حلقه، هنعمل لك اكل صيني ونعملها لك معاها من ضمن الاصناف اللي معموله ان شاء الله. حاضر، شكرا لك على اتصالك يا صفاء. طيب كده يا دكتوره خلاص السلطه انتهت، فاضل لنا بس زيت الزيتون هنضيفه بعدين. طيب يا شباب، انت زينا السلطه، احنا بنقول القيمه الغذائيه بتاعت السلطه بتاعتنا، بما ان اول حاجه احنا البطاطس محمرينه معناته فيها كميه بتاعت الدهون، بنقول السلطه دي كلها بما ان البطاطس محمر وفيها الدهون دي بتكون للناس اللي هي حابه تزيد وزنها. احنا عايزين نستخدم البطاطس للناس اللي حابه ان هي تنزل وزنها، بقول لك البطاطس ممكن تعمل نفس السلطه للفئات اللي عندها سكري، ناس الضغط الدم، ناس الكوليسترول، والناس اللي حابه تنزل الوزن، بقول لها بتكون البطاطس مسلوق، يكون البطاطس مسلوق ونفس الطريقه بزيت الزيتون، ويكون نفس الخضروات اللي احنا استخدمناها، بالعكس حتزعيدنا، حنكون استفدنا، ما في كميه بتاعت نشويات، ما في كميه بتاعت دهون، وفيها بس الاوميجا 3 اللي احنا بنستفيد منها، فيتامين سي موجود لنا في انواع الفلفل الاخضر والاحمر، بالاضافه للطماطم الموجود فيه بالبوتاسيوم موجود فيه، وفيه كميه برضه بتاعت املاح نتبه انه احنا الملح ما نحطه كميه كبيره لانه الطماطم برضه محتاجه على النسبه بتاعت املاح. الحاجه الثانيه الثوم احنا مستخدمينه برضه فيه وفائده كبيره جدا للناس اللي بتعاني من مشاكل القلب، والناس اللي بيكون عندها جلطات بنقول لهم برضه هو كل ما ناخد تومه على الريق بتكون مفيده لنا احسن من يكون التوم مقطع. طيب يا دكتوره احنا هنا خلاص بقى، بعد كده نبتدي نزين الطبق بتاعنا. الطبق كده بتاعك اكتمل، فيه الفلفل، فيه البطاطس، فيه الطماطم، فيه التوم، البهارات بتاعتك، عصير الليمون والخل، ونبتدي نضيف بقى الزينه بتاعتنا. طبعا شوف الطبق ده بس ناقصه بروتين صراحه، يعني نشويات، فيتامينات موجوده فيه، وبرضه اضافه للدهون. احنا ممكن نغير باي صنف بتاع اللحوم يكون معه، ولا في نفس الوجبه احنا هناكله مع صنف ثاني لازم يكون معه البروتين، تكون وجبتنا مكتمله ان شاء الله. دكتور نبتدي بقى نقطع لها كده خيار شويه لما انت ما ضفتهوش، طبعا نبتدي نستفاد منه برضه خارج الطبق. تمام، نبتدي نضيف عليه كده حلقات خيار ظريفه عشان برضه تبرد معاك الطبق، عشان الشطه اللي احنا حطيناها برضه. شوف في ناس يعني بيقول ان تحديدا الناس اللي بتكون عندها مشاكل معده ان هم مجرد التوم ما بيقدروا يستحملوه هو ما مطبوخ. في فعلا دكتوره انا عشان كده بقول لهم ساعات نعمل التوم بودره، ممكن تاخدي طعمه لكن ما تشوفوهوش ولا تحسي بطعمه مباشر يعني، بس هو طبعا النكهه بتاعته لازم اساسيه في بعض الحاجات معينه، انت طبعا الاختيار بالذات البصل والتوم. صح، فانت بفضل ان انت دايما تستعمليهم
يكونوا بودرة. لا يكونوا بودرة للناس اللي بتعاني من مشاكل، لكن اذا زول ما كان بيعاني من مشاكل لكن هو بس ما حاب يطعم، احنا بننصح انه هو لا بالعكس البصل تحديدا في الفتره احنا في فصل الشتاء انه ياخذه، لانه بيحتوي نسبه عاليه من فيتامين سي اللي بيغينا بيزيد لنا الجهاز المناعي بتاعنا ضد امراض البرد. ان شاء الله دكتور كده خلصنا. خلاص طبق السلطه تمام. برضو كمية الخيار تحتوي لنا على نسبة عالية من الألياف وكمية 90% من الموية الموجودة فيه. دايما بذكركم يا جماعة كمية الموية إحنا نزيدها في فصل الشتاء، عشان إحنا دايما بنعاني كل ما ننقص كمية الموية بينقص معها فيتامين د اللي بيكون بيأدي لنا، لأن إحنا بتكون عندنا مشاكل في آلام العظام وآلام المفاصل تحديدا في فصل تحت الشتاء. عشان كده يا جماعة وجفاف البشرة إحنا لازم نشرب كمية بتاع السوائل كثيرة، يعني إحنا نحسب كل حساب كل ساعة إحنا نشرب لنا كوباية بتاعة موية عشان نكون أخذنا كمية كافية من السوائل. دكتورة خلاص نضيف آخر جزء. صراحة حاجة خفيفة يا شيف وسهلة وسريعة وأصنافها بسيطة دكتورة، يعني لو مكوناتها بسيطة ما حاجة مكوناتها بسيطة متوفرة عندنا في البيت، يعني ممكن نغير كل يوم نوع سلطة بالشكل اللي احنا عاملينه ده. احنا بدل بسلطة بطاطس ممكن نغير بالكوسة صح؟ ممكن يا دكتورة كوسة بطاطس باذنجان نفس الطريقة ممكن تعملي بيها. احنا برضو كان غيرناها بالكوسة بدل البطاطس، الكوسة برضو مفيدة جدا لمرضى السكري لأنها تساعدنا على إنزال مرضى نسبة السكري في الدم، بس تكون الكوسة هي مسلوقة ما تكون محمرة. دكتورة نضيف بقى الليمون بتاعنا كده. طبعا. الشطة أهم حاجة الشطة فيها نسبة شطة عالية طبعا هي بتجمل الحاجة طبعا الطعم الحامي ده عشان هو بيجمل لك الشكل وفي نفس الوقت بيديك قيمة غذائية أعلى كمان. ما ننسى فيتامين ألف بيحتوي طبعا الشطة الخضراء على نسبة عالية من فيتامين ألف زي ما قلت لكم مفيد لحتى مفيد لسلامة البصر، مفيد برضه جدا لصحة العظام، مفيد برضه لنمو الشعر. فيتامين ألف بيكون موجود لنا في الشطة الخضراء الفريش أحسن من إنها تكون الشطة الحمراء الناشفة. دائما الحياة لما تكون فريش بتكون نسبة المواد الغذائية المتركزة فيها بتكون أعلى من الحياة اللي احنا بنكون نشفناها وخليناها مسافة طويلة. إن شاء الله دكتور كده خلاص طبقين السلطة بتاعنا جاهزين نضيفهم كده. يبقى كده احنا عملنا مع بعض السلطه وعملنا صينيه الجرنبيط دخلناها مع بعض الفرن. عندنا طبق ثالث كمان عاوزين نجهز العجينه بتاعته عشان نبتدي نحمرها، عندنا الجرنبيط المقلي. ممكن نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، شفنا مكونات الغرنبيط المغلي، هنشوف طريقه العمل بتاعه والقيمه الغذائيه بتاعته. استاذ محمد من يعمل لنا ان شاء الله دكتور. طبعا الجرنبيط بنسلقه بنفس الطريقه زي ما اتفقنا، بنسلق الزهره تستعملي منها صينيه للطاجن او الصينيه اللي انت بتعمليها مع اللحمه او مطبوخه، والباقي الزهره تطلعيها بالشكل اللي احنا شفناها دلوقتي مع بعض هنعمله مقلي. ازاي بقى تعمليه مقلي؟ في طبعا ناس لازم تعملي له العجينه اللي احنا بنعملها دي، في ناس بتضيف لها عصير طماطم، في ناس بتضيف لها صلصه بتحب لونها احمر شويه، في ناس بتضيف لها بيض زياده، طبعا كل واحد بيستعملها بطريقه معينه، بس الطريقه اللي انا بعملها لك دي طريقه مظبوطه وخفيفه وفي نفس الوقت ما بتاخد منك وقت كتير وما مكونات كتير كمان. انت بتكسري مثلا
على حسب كميه طبعا الجرنبيط اللي انت عندك، بس انا بعمل لك كميه بسيطه مثلا على الزهره الواحده ممكن تعملي 3 حبه بيض زي كده. تمام لو لاحظنا في المكونات انا كاتب ماء او لبن، فدي طبعا على حسب الاختيار. انت عندك الامكانيه وما عندك مشكله مع اللبن تستعملي لبن، ما عندك هنستعمله بالميه. انا قلت ابسطها لكم النهارده ونعملها مع بعض بالميه. ايوه بسيطه حسب الحاجات الموجوده عندنا. نضرب كده البيض كويس مع بعض ونضيف كوبايتين مثلا ميه. ممكن الدقيق يا جماعه يشرب منك، فممكن تحتاجي كميه دقيق اكتر، مفيش مشكله على حسب سمكه العجينه اللي انت بتحبيها. تمام نبتدي نقلب كده المكونات دي كلها مع بعض. طبعا ما ننسى برضو ان احنا حاطين شويه ملح وشمار مع القرنبيط، يعني احنا مطعمين. ايوه تمام. فهنبتدي نضيف مع بعض شويه ملح كده لتطعيم العجينه نفسها، ونضيف معلقه شمار كده. ايش معنى الشمار يا شيف تحديدا يعني من البهارات؟ الشمار يا دكتوره بالذات مع القرنبيط زي ما احنا قلنا قبل كده ممكن الفلفل الاسود طعمه حلو مع البطاطس، فالشمار هو الحاجه الوحيده اللي ممكن يشيل لك الريحه والطعم بتاع القرنبيط. في ناس ما بتقدر تستحمل الطعم بتاعه لان الريحه بتاعته لما بتنزل الميه فواحه شويه، فاحنا بنشيل النكهه بتاعته ديت وبنحس بطعمه بس من غير الريحه. في ناس ما بتتقبل الحاجه دي. انا عايز اقول لك يا شيف انه بيمنوا القرنبيط يعني انت اكلته كميه كبيره بيعمل لنا غازات، بنقول لك برضه انه الشمار من الفوائد بتاعته انه هو بيساعدنا على ازاله الغازات. الناس اللي بتعاني من الغازات بتكون اكلت لها وجبه دسمه، وجبه فيها كميه بتاعت بغوليات عاليه جدا، بقول لك انه الشمار بالليمون مفيد جدا. طيب يا دكتور نبتدي بقى نضيف دقيق، وزي ما اتفقنا ممكن الكوبايتين دولت يزيدوا منك على حسب حجم الكوبايه اللي انت عاملاها. في ناس بتحب تحط كربونات صوديوم معاها، بتفكر ان هي ممكن، بس هي بتغمق لك اللون شويه. طبعا مشكلتها بعد ما بتتحمر كربونات الصوديوم بتخلي لك اللون غامق شويه. في ناس بتضيف معلقه بيكنج باودر، برده دي حاجه جميله، بس برده انت لو ما هتستعمليه في نفس اللحظه احسن، لان العجينه هتفور منك بعد شويه تحس انها فيها تخمير. يعني الاحسن شنو؟ بتمرر لك طعم القرنبيط شويه. انت لو هتستعمليه في نفس اللحظه استعملي البيكنج باودر، لكن ما هتستعمليه وممكن هتقليه مثلا او تخلي العجينه شويه وبعدين تحمريه، الافضل ان انت تعمليه كده زي ما انا بعمله من غير بيكنج باودر. من غير بيكنج باودر. تمام ابتدي نقلب كده المكونات دي. شايفين العجينه ما عاوزينها عجينه زي الفطاير ولا عجينه خفيفه جدا، هي عجينه بتكون قوامها تقيل شويه. احنا هنشوفها دلوقتي مع بعض. تمام هنضيف هنا شويه كزبره، نضيف بقدونس كده، ونبتدي نقلب كده المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده. في ناس زي ما اتفقنا بتحب تضرب عصير طماطم بسيط، وفي ناس ما بتحب. ممكن تضيفي بقى معلقه شطه كده خفيفه لو حبيتي، ومعلقه جنزبيل برده من الحاجات اللي بتشيل لك الزفاره. تمام نبتدي نقلبها كده. طيب يا شيف انت بما انك الليله احنا عملنا طريقتين، عملنا لكم المسلوق وعملنا لكم النغل. زي ما قلت لكم الفائده حقت القرنبيط باحتوائه على فيتامينات العديده، فيتامين ا، فيتامين سي، فيتامين الاوميجا 3 والبيتا كاروتين، دي كلها بيحتويها، لكن احنا عملناه مقلي. مقلي طيب مقلي معناته زدنا فيه كميه السعرات الحراريه. هو اصلا بطبيعه القرنبيط 100 جرام من القرنبيط تحتوي لنا على 5 جرام من السعرات الحراريه، دي 100 جرام من القرنبيط. لما احنا نيجي نسلق كميه زدنا فيه كميه الدقيق وزدنا فيه كميه الزيت وزينا برناهم معناته زعنا كميه السعرات الحراريه زياده، ما هي دي بتكون للناس الفئه اللي هم محتاجين كميه بتاع سعرات حراريه زياده. الناس حاسين انهم هم دارين يزيدوا وزنهم، الناس اللي حاسين انهم هم محتاجين لنسبه بتاعت بروتين عاليه، ترى الناس الرياضيين والناس في مرحله النمو، احنا ممكن نديهم نقول لهم الوجبه دي انها هي مناسبه معاهم جدا القرنبيط المغلي، لكن برضه ما ننسى انه مع القرنبيط المغلي انه تكون في صحن بتاع سلطه عشان نستفيد برضه من الفيتامينات اللي بتكون موجوده فيه، لان مجرد ما احنا قليناه معناتها حتكون كميه القيمه الغذائيه بتاعت الفيتامينات قلت لنا. من السلطات كمان يا دكتوره اللي مشهوره معاهم جدا اللي هي البابا غنوج، وهي سلطه البطاطس، الحاجات الشعبيه اللي احنا متعودين دايما الحاجات اللي لازم تكون كلها طبق شرقي مع بعض. ممكن تعملي معاها طبعا بطاطس برده بنفس الطريقه، تحمريها بنفس العجينه مفيش مشكله، بس طبعا بتكوني برده مديها نص سلقه عشان لما تنزل معاك بالنار ما تتكسر معاك. طبعا يا شيف هي كل بصفه عامه كل الخضارات يعني اي نوع بتاع خضار، وانا مجرد ما اني انا اكون استخدمت الزيت سواء انه بنعمله احنا بطريقتنا كطبيخ اي نوع بتاع الطبيخ او سواء انه احنا حمرناه في الزيت، بيكون كل الفيتامينات الموجوده فيه وانقسمت للنص. احنا بنكون اخذنا كميه بتاعت فيتامينات قليله جدا، لكن لما نيجي نطبخ الخضار بتاعنا ده بطريقه بتاعت البخار، احنا خطيناه بحمام مائي او بالبخار او انه خطيناه في الفرن او ان احنا سلقناه، بنكون استفدنا شيء من
القيم الغذائيه الموجوده فيه، وتكون برضه طريقه صحيه بتاع الطبيخ احسن منه يكون كميه الزيت بتاعته كثيره والطيب والخضار قاعد في كميه بتاعت نار في نار كثير، معناته احنا فقدنا اي حاجه فيه. طيب يا دكتور نبتدي بقى ننزل بالجرنبيط كده مع العجينه تقلبيها كويس تمام، وبشوكه او بمقبض زي كده تبتدي تقلبيها وبعدين تنزليها مع بعض الزيت. طيب يا شيف انا اسالك، ده هو السمك؟ بيقول لي ده السمك النباتي؟ هو ده الناس بتقول لك السمك الكذاب فعلا يعني. فعلا طعمه لو الناس ما بتعرفه النباتيين اه انت قطعتيه قطع صغيره مثلا وعملتيه في سندوتشات الناس ما بتعرفه ان هو بيديكي فعلا ايحاء ان هو سمك. عشان جيت قلت لي انا سالتك قلت لك ليه ايش معنى الشمار؟ الشمار بالذات ما هو بيكسر لك الحاجه دي لذيذه يعني. انا في واحد من المصورين قال لي ده السمك النباتي. هو فعلا بيقول عليه السمك الكذاب فعلا والله. طيب يا دكتوره ننزل مع بعض كده نشوف مع بعض. انت طبعا بتحسي القوام بتاعها وهي في الزيت، لو لقيتيها محتاجه شويه دقيق تاني بتنزليها شويه دقيق تاني. شايفين كده بالشكل ده تمام، تبتدي ننزل بيها بالراحه كده بشوكه او بمقبض زي ده، تكون خدت كميه العجينه الكفايه اللي فيها، ونبتدي نحمرها واحده واحده. واحنا بنحمر كده مع بعض هنستاذنكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع نكمل مع بعض. رجعنا مع بعض مره ثانيه، وزي ما شفنا مع بعض الجرنبيط المقلي ادي شايفين القوام بتاعها، لقينا العجينه مظبوطه، كوبايتين ميه وثلاثه بيضات وكوبايتين دقيق، وتضيف البهارات بقى اللي انت بتحبيها كلها طبعا. بس الافضل انت تضيفي شمار وملح اهم حاجه فيها، جنزبيل وشطه طبعا. ده قوام مظبوط يا جماعه، العجينه بتطلع معاكي خفيفه وفي نفس الوقت زي ما شايفين لونها ذهبي ومقرمشه معاكي في نفس الوقت. اهم حاجه الشيف انها تكون مقرمشه فعلا مديها يعني حتى الريحه بتاعت نكهه السمك. نقول الشيف محمد سمك وفعلا سمك. هندي المزمل دلوقتي برضو معانا وهو بعد الحلقه هندوقه ونشوف السمك ده عامل كيف. السمك. لكن برضو الشيف زي ما قلت لكم انه بيمنوا الغرنبيط باحتوائه على القيمة الغذائيه اللي هو محتوي فيها، احنا بننصح انه هو ما يتاكل اكثر من مرتين في الاسبوع، لانه بجد بيعمل يعني مسبب لنا الغازات، الناس بتكون بتاكله كميه كبيره بيعمل لنا الغازات، لكن فيه قيمه غذائيه بس بتكون مره لمرتين في الاسبوع. طيب يا دكتور احنا كده خلاص خلصنا الكميه مع بعض. العجينه طبعا الدكتوره بنصح بيها ان هي استعمال مره واحده، ما محتاجه ان انت لان فيها طبعا خضروات، ما محتاجه ان انت تستعمليها كذا مره او في نفس اليوم ممكن تستعمليها، لكن لو بيتيها او حاجه زي دي ما بفضل، احسن ان انت تعملي كميه لان فيها كميه بتاع البيض احنا بننصح انها هي تتخزن تكون مره في اليوم الواحد وبعدك نستغنى عنها. طب يا دكتوره احنا نسيب بدايه تستوي مع بعض، وعندنا طبق كمان الترايفل بالقرع العسلي، هنرجع نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع بعض مره ثانيه، وهنعمل دلوقتي مع بعض الترايفل. الترايفل طبعا احنا عارفين متعودين بيها دكتور ان هو كاستر وعاملين جلي. فيه وحاطين فيه الفواكه والحاجات دي. الترايفل يا جماعه شكل هو عباره عن حاجات مكونه كلها مع بعض، ممكن تتجسديها في كيك يكون فيها، لازم يكون فيها نوع كيك. ازاي بقى تحط الحشوه بتاعتك؟ النهارده احنا عملناها مع القرع العسلي. القرع العسلي ده انا بجيبه بيبقى شكله طبعا بعد ما بيتهرس بيبقى عامل زي المانجا. انت بتجيب القرع العسلي بتنزليه في كوبايه ميه صغيره جدا وكوبايه سكر، ده ممكن تستعمليه مربى وممكن تستعمليه زي ما احنا هنعمله النهارده حشوه.
على فكره يا جماعه ده بينفع لحشوات كمان السندوتشات، لو انت اديت لها شويه كريمه صغيرين وعملتيها مع العيش التوست وحمرتيها برده بيديكي شكل حلو. بتستخدميه كذا استخدام. النهارده احنا عاملينه لكم عشان لونه طبعا وطعمه وفائدته الغذائيه، عاملينه لكم مع الترايفل. الترايفل احنا هنعمل طبقه كيك، تكوني عامله حته كيك شوكولاته كده او سويسرول شوكولاته، تحطي طبقه كده تحت تمام. هننزل في ارضيه الكوبايه ممكن بالبسكويت يا دكتوره، اي حاجه بقى انت عاوزاها ممكن تعمليها، بس طبعا الناس بتفضل الكيك. الكيك لانه بيديكي قيمه غذائيه اعلى وفي نفس الوقت شكل حلو مع الكاسه او الحاجه اللي انت بتعمليها تمام. تضغطي عليها كده طبقه تحت بالشكل ده، طبعا على حسب الحاجه اللي انت بتستعمليها، ممكن تستعمليها في بوله وممكن تعمليها في كاسات او كوبايات على حسب ما انت عاوزه، على حسب الشكل اللي انت محتاجاه. هنبتدي نضرب لنا شويه كريم شانتيه كمان، تضربيها كده مع شويه لبن حلوين وتلج او ميه بارده، تضيفي معاها. تاني شوف احنا بنعمل طريقه كيف القرع. هنعمل كده القرع، هنحط القرع نقطعه ونضيف له كوبايه ميه صغيره، لان طبعا هو فيه نسبه ميه عاليه صح تمام، ونضيف معاها كوبايه سكر كبيره تمام. طبعا ده يا جماعه على حسب مثلا قطعه او قطعتين، السكر ده كوبايه على قطعه او قطعتين، لكن انت عندك كميه اكبر بتزيدي نسبه السكر. السكر على فكره ما بيأثر في حاجه برضه. ماشي ما ننسى بالنسبه للغيبه الغذائيه القرع برضه من الحياه الخضروات اللي هي مفيده جدا، لانها بتحتوي لنا على نسبه عاليه من الاحماض الامينيه والبيتا كاروتين اللي بيكون ان هي مثلا اذا هي المراه الحامل بتكون محتاجه لها لنمو الجنين، اذا نحن محتاجين لها لتجديد الخلايا بتاعتنا، محتاجين لها لصحه البشره، محتاجين لها لصحه الشعر، محتاجين لها في الجهاز المناعي بتاعنا، دي كلها من الاحتياجات المفيده جدا، الاحماض الامينيه المفيده جدا. الحياه الثانيه برضه من الحياه اللي بتكون مفيده جدا في القرع، بتحتوي نسبة عالية من الأرياف، بيحتوي على نسبة عالية من كمية السوائل، بيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم اللي هو بيكون مفيد لنا جدا لصحة القلب. الناس بتعاني من القلب، الناس بتعاني من مشاكل الكوليسترول، لكن بيجي نقول برضو إنه للناس اللي بتعاني من مشاكل الكلى نقول إذا كانت التحاليل بتاعتنا مرتفعة في البوتاسيوم نقول إن هي ما المفروض ما يستخدموا القرع، سواء أي حاجة، سواء إنه كان عصير، سواء إنه كان مربى، سواء إنه كان في التحلية بتاعتنا الليلة. بالنسبة للناس اللي هم عندهم مرض السكر نقول لهم إن القرع بيحتوي على نسبة بتاع السكر عالي جدا، واحنا جينا خدينا فيه سكر برضه، بنحب نحبذ انه الناس مرضى السكر انهم هم استخدموه، لكن القرع برضه انا بقول لكم للناس اللي هم حاسين انهم عندهم مشاكل بتاعه عظام، الناس اللي حاسين انهم هم عندهم مشاكل بتاعه اسنان، الناس اللي حاسين ان ضغطهم مرتفع نقول لهم احسن حاجه لكم انه يكون عصير البرتقال بالقرع او الجزر بالقرع من الحياه المفيده جدا. طب يا دكتوره انا عملت طبقه كيك، طبقه قرع عسلي وبعد كده عملنا طبقه كريمه خفيفه تمام تمام. على فكره ممكن تقطعي برضو فواكه جواها مفيش مشكله، ممكن تزينيها بس على الوجه بتاعها. طالع شيف يعني ما شاء الله، يعني الوجبه بتاعتنا القيمه الغذائيه بتاعتها ان هي اول حاجه عاليه جدا في السعرات الحراريه بتاعتها، فوق النسبه بتاعت بروتين فيها، النسبه بتاعت نشويات بنصحبها جدا الناس اللي بيكونوا عاملين هي عاملين حميه غذائيه ان هم دايرين يزيدوا وزنهم، تكون هي وجبات خفيفه بين الوجبات، والناس اللي بيكونوا رياضيين حابين ان هم عايزين نسبه عاليه من البروتين بيستخدموا رياضه حمل الاثقال ان هم برضو تكون وجبه لهم بين الوجبات. يلا يا دكتور نعمل بقى طبقة القرع العسلي تاني كده، حتى شكلها يا شيف دي برتقالي غطين الوان دكتورة. يعني ممكن تكون يعني برضه مفيده يعني للاطفال اللي هم ما بيحبوا ياخذوا القرع عشان الام تستفيد وتديهم القرع، برضه القرع برضه من فوائده انه الاطفال اللي بيكونوا اقل من عمر السنه او الام بتساعدهم عايز انهم تكوين الاسنان، بيكونوا في مرحله انهم هم تكوين الاسنان بتاعتهم، نقول لهم انه القرع عني احنا ممكن نمسح برضه في اللثه بتاعت الطفل، بيساعدنا على انه نمو الاسنان تحته من غير مرحله انه هو يتالم ولا مرحله اللي مر بيها بتاعت اللي بتكون حقه الاسنان الاسهال والاستفراغ والمراحل دي كلها. ان شاء الله دكتوره كده هنعمل بقى طبقه الكريمه الاخيره تمام كده على حسب الاختيار، طبعا ممكن تزيدي وتقللي زي ما انت عاوزه. احنا ممكن نزيد فيه شيف جيلي ولا نوع ثاني شديد الوان ثاني، ممكن يا دكتوره تضيفي بقى اي، ممكن تحطي شوكولاته اي لون بيجذب لنا الاطفال الكريمه مثلا ممكن تحكسي لو انت عملتي بسكويت مثلا الابيض تعملي الكريمه شوكولاته عليها تمام بنفس الطريقه. هي الفكره كلها يا دكتوره ان القرع من الالوان المبهجه اللي احنا بنحبها دايما في الحاجات بتاعتها اللي بتفتح الشهيه صح، وفي نفس الوقت عندنا موجود ومش عارفين نستخدمه استخدامات كتيره صح. لا ما كده مش عارفين نستخدمه، انه بس انه الاطفال ما بحبزوا صراحه، حتى امهات البيوت بانهم هم اطفال ما بحبوا القرع ما بحبزوا، احنا عايزين انكم تحفزوهم لانه القرع فيه قيمه غذائيه عاليه يا جماعه، فوقه فيتامينات جميله جدا، ممكن يكون اي شكل من الاشكال، سواء انه كان حلو سواء انه كان نوع طبيخ احنا بنعمله او سواء انه كان المربى اللي هم بحبوها، هم ما حيعرفوا مكونات الطبق، لكن بفضل انه الامهات يعملوا القرع يستخدموه استخدامات عشان نستفيد من القيمه الغذائيه الموجوده فيه، واحنا برضه في فصل الشتاء هم موجود لنا بكميه من يعني من الخضروات بتكون موجوده في فصل الشتاء.
طب يا دكتوره احنا ممكن بقى نزينه بالفواكه. يزرق. عندنا تفاح، عنب، اناناس، موز، كيوي، موز، مانجا. اي حاجه انت عاوزاها ممكن تضيفيها عليها. طيب بالشكل ده كده برضه بنكون زدنا الغيبة الغذائية بتاعته. كل ما نزيد أي نوع بتاع فاكهة زي ما قلت لكم بنكون أخذنا نشوية سعرات حرارية على كربوهيدرات كلها بتكون حياة عالية. طيب دكتورة نضيف كده بوز برضه من العنب بالشكل ده. الغرنبيط كيف يا شيخ؟ الغرنبيط ماشي كويس؟ ليه؟ الغرنبيط ماشي كويس؟ خلاص هو الغرنبيط استوى أساسا كده. نزين اخر حاجه خلاص مع التفاح بالشكل ده. يا سلام. تمام. يعني صراحه يعني قيمه غذائيه عاليه جدا. شيف محمد كمان جمل لنا القيمه الغذائيه بالاوميجا 3 الموجوده لنا في المكسرات. بيكون كل يعني الطبق بتاعنا اوميجا 3 بنسبه عاليه بالاضافه للبوتاسيوم والكالسيوم الموجود لنا في القرع والالياف والبيتا كاروتين. الحقيقه تاعنا موجوده لنا برضه كميه بتاعه بروتين موجوده فيه وعاليه جدا واحماض امينيه مفيده جدا لتجديد الخلايا بتاعتنا. ممكن يا دكتوره ترصوا لنا بقى وانا ارص القرنبيط. استوى خلاص يا شيخ؟ خلاص يا دكتوره استوى. زي ما قلت لكم الوجبه بتاعتنا حق الغرنبيط المغلي للناس الحابه ان هي برضو تزيد وزنها وعايزه نسبه بتاعت بروتين ونشويات كثيره بيكون جسمها فاقد. هي في مرحله بتاعت ان هي فعلا ضعيفه، إنها مرحله ان هي جسمها فاقد حابه تزيد وزنها نقول لها انه يكون الغرنبيط المقلي. كده يا دكتوره خلاص اطباق اليوم يعتبر انتهت. الغرنبيط زي ما شايفينه مقرمش، السمك الكذاب. السمك. ما تنسى يا دكتوره بس متزمل بالله عليك اديله قطعه. عشان ايه؟ ما يزعل مننا بعدين. صح يا شيف. صراحة ريحته جميلة شديد. احنا زي كاننا عاملين سمكة الليلة. كده؟ كده. الطبق بتاعنا. شوربة الطماطم كده صغيرين. برضه ما ننسى الزينة يا جماعة، احنا دايما بنوريكم طريقة التزيين لأنها أهم حاجة وهي أكثر حاجة بتخلينا أفراد الأسرة إنهم هم يشجعوا وياكلوا الأكل احنا مقدمينه لهم. كده يا دكتوره. يا سلام. طبق جميل ولذيذ وخفيف وسريع صحي معاك وسريع بعدين. طبق خفيف يا دكتوره حلوه. استعملناها استعمال كتير النهارده الجرنبيط، عملنا الصينيه كمان معاها، عملنا سلطة البطاطس المتبلة، وعملنا الترايفل بالقرع العسل. نتمنى تكون أطباق خفيفة وصحية ليكم ونكون بنمتعكم في الأيام الأجواء الشتوية دي. فإن شاء الله تكون حلقة ظريفة وخفيفة على قلوبكم، وزي ما تعودنا في كل نهاية كل حلقة بنقول لحضراتكم في أمان الله. مع السلامة. في أمان الله.